رمضان كريم وتحية طيبة لكل مشاهدين قناة دريم. من سر الخلطة اليوم رح نقدم حلقة كتير حلوة وضيفنا الشيف فادي ساركيسيان. أهلا وسهلا فيك شيف فادي. أهلا فيك شيف. شيف فادي المتميز بالمطبخ السوشي، وعلى طلب بكتير من المشاهدين طلب منا أنه نرجع نعمل حلقة سوشي بشهر رمضان المبارك، فنحن اليوم رح نعملها بعدين. بدك تقعدنا شيف فادي أنه ترجع تزور الاستوديو طبعنا ونرجع نصور حلقة قريبا لكين للمشاهدين عن السوشي. تكرم عينا تكرم. واليوم هيك شيف فادي محضرنا إشياء كتير، حاجات مميزة، حاجات رمضانية بس مبتكرة شوي يعني كالعادة. في فتة قريدس بدل فتة اللحمة اللي بنعرفها نحن، أنا عامل اليوم فتة بلا قريدس. اهلا وسهلا فيك شيف فادي. نحن برنامجنا او البرنامج الحلو اللي هو سر الخلطه. أيوة. ما في شيء عندنا مخبى، ما في شيء اسمه سر، السر يبوح لكل المشاهدين. نفضحه للسر هلا؟ ايه ما نفضحه ولا ممكن. اوكي. لكن شيف فادي انت ضيفنا اليوم، وكمان رح يكون في عندنا اربع اطباق شهيه يعني ب 45 دقيقه رح نقدم له للمشاهدين اصناف اربع اطباق مطابه ولذ. يا ويلي عظيم. نحن رح نبلش فادي. نبلش بس يلا. قبل ما نبلش بدنا نشوف المكونات ونركز عليهم ونعود معك شيف فادي. مكونات فتة القريديس: كوب طحينة، كوب حمص حب، جمبري حباد عدد 8، عصير ليمون ربع كوب، عيش عدد 2، نصف كوب مكسرات، مخلل الخيار عدد 1، كبار ملعقة كبيرة، بقدونس ناعم ملعقة كبيرة، كمون رشي، وبهار رشي، ملح حسب الرغبة. شيف فادي، يعني نحن مثل ما شفنا فتة الجمبري، يعني نحن بنقول جمبري يعني قريدس باللبناني، يعني روبيان بالخليجي، كروفات بالفرنسي، شريمس بالانجليزي، بهات عاد بالصيني. شو انت بما انه كنت بالصين؟ بعدين بقول لك هلا حتى شوف. نسيتها انه جملتها كثير طويله. هي مبدئيا نحن الفته، بس نقول فته معموله بالحمص، حمص والخبز، بالحمص والخبز، الخبز اللي هو العيش يعني العيش. أيوة. بده يكون اجباري الخبز محمص، محمص اكيد هو مفضل محمص احسن من مقلي. المقلي بيعمل لنا مشاكل. أيوة. فبنعمله محمص، بعدين بنحط عليه الصوص بدل ما تكون من الزبادي رح تكون من الطحينه. ايوه. هلا انا مبدئيا الفته تبعي بحب دائما اخلط الزبادي والطحينه. ايوه بس صح. اذا اليوم الطحينه حتكون هيك مميزه وطعم مميز، حتكون خفيفه وصلصه هلا بتشوف ما احلاها وبتلبق كثير مع الجمبري. يعني اكيد نحن موجودين هون حتى نعطي اسرار الخلطه للمشاهدين، وبهالشهر رمضان المبارك دائما افكار عديده لستة البيوت، لانه اليوم ست البيوت تقعد تنسى شو بدي اعمل اليوم. أيوة. شو بطبخ اليوم؟ هيك نحضر نحن سر الخلطه مع الشيف الشهري مع الشيف فادي. هيك تشوف شو محضر. يلا افكار عديده. أوكي. يلا شيف فادي نحن هون حمينا لك الزيت. زيت حمي. بدنا نقلي فيه هالقريدس ملتوت بيجي. أيوة. بالعيش يعني او مثل التوست. هون اللي كمان فجي بيجي بالبقسومات. بالبقسومات بالكعك كمان بنعمل هيك. هذا في منه خالص جاهز بالماركت اذا شيء جاهز، في منه وفي منه نعمله يعني. ايوه نحطهم ورا بعضهم هون. نتبه شوي دائما بس كل الزيت حامي. هن فيهم ثلج شوي لهيك عم يعملوا. ايه طبيعي هون دائما اذا كان في عندنا ثلج. لاحظوا كيف هون طريقه بنحط وبنهرب. نحن كم حبه بدنا نعمل شيف فادي؟ ايه كم حبه؟ ايه ثمانية انا، بس اذا بدك تقليهم ما في مشكله. 4 5 6 7 8 عظيم. هون نحن بنجهز اليوم للافطار. هون رح ضوي شوي النار، واكيد هلا بس يطرطش الزيت وحط يهرب شوي. بس انتبهوا ما يكون في كميه زيت كثير قويه، في حال صار في شي نهار طلع الزيت بشكل قوي اوعى تطفوا بالمي، لازم يتطفى بالرمل او بالاطفائيه الخاصه. صح. او ممكن نجيب حريم صوف نقطع الغاز ونحطه دغري بلل يكون شوي بلل شوي بيكون افضل. عظيم. فاذا هلا بدنا نعمل الصلصه تبع الغايدس. هي من الطحينه عندنا هون نصف كوب طحينه تقريبا. اوكي طحينه يعني طحينه معموله من السمسوم. من السمسوم نصف كوب. نصف كوب انا مملحها رشه ملح خفيفه. هلا بدنا نحط لها عظيم مي ونخليها بالمي. اوكي هون لك يعني احنا رح نقلي الروبيان او الجمبري. الجمبري هون شو عم تعمل شيف فادي؟ انا هلا بنعمل طراطور طحينه. طراطور لانه هو بالمي والليمون والليمون والليمون. اول شيء بنرخيها بالمي بعدين نبلش بالليمون، بس نحط ليمون هي بتشد شوي. ايوه يا سلام على الليمون. على الليمون. الليمون بتعطي نكهه طيبه وشهيه كثير. طيب حلوه.
حلو كثير يعني هون لازم تكون ما تكون سايله لازم تكون شوي شوي جن متمسكه شوي. عظيم هون لك نحن عظيم هون لك نحن الصص او صلصه الطحينه اللي عم نجهزها لازم تكون جاهزه هلا كرمال تلبق معلق ريدس بدنا نحط لنا الكبار الكبار هو كثير الكبار يعني هو بس ما نشرح شوي عنه فادي هو بيجي زي حبوب الباسيلا اخضر موجود شوي. بالماركت طعمه كثير لذيذ وخاصه مع السمك مع السمك بيكون مكبوس بالخل والملح صح مميز جدا طبعا بنفرمه شوي ناعم يعني هون بواسطه السطور هذا السطور بده يكون شغله يعني شاف فادي بما انه من عشاق مطبخ الصيني والياباني ما بحب يشتري بالسكين ضد عقله يشتري بالسكين بحب يشتري دائما بالسطور يعني اذا راح على مصر وصار في جرايم بالسطور احفظوا انا خربت لنا بيتنا لا اكيد بس هذه هوايه بتكون يعني صح. كل شيء بيشتغل يعني السكين ما بتشتغل فيه فادي لا 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 الا اذا في شيء لزيني سكين صغير يعني مزين خضره مزين جزره او شيء ايه بس لا كل شيء تقطيع أيوة. وشغلات بالسطور عظيم هون نحن حطينا كم مع مع بسراتور او مع سلطه حطينا كابر كابر اللي بيعطيها الطعم التحموضه الطيبه يعني فعلا اليوم الاكل زوم مشاهدينا ف بده واحد دائما يتفنن مظبوط كمان بنحط بقدونس يعني هي صوص تارتار بس عاملينها نحن بالطحينه بدل صوص تارتار اللي هي صلصه تارتار الفرنسويه اللي بنحط مايونيز بدل الطحينه صح بس شف هذه حب يبدل مايونيز بالطحينه وهي طيبه كمان يعني مبدئيا بنحط فيها كبيس بعد مخلل كبيس يعني مخلل كبيس او خيار مظبوط الخيار دائما بمصر بيقولوا الكبيس ترشي ترشي اللي هو طبعا مخلل بس احنا هون عم نستعمل مخلل خيار اوكي طيب زين عظيم قطعنا البقدونس ناعم حطيناهم فوق الصوص هلا كان مثل ما قلنا الكبيس الخيار كمان عظيم قطعه ناعم هون بلش الجمبري يصير جاهز يا سلام الاشقرار هون هلا دوق يا شيف ملا اكله طيب طبعا هلا رح نفطر فيهم اليوم اكيد اليوم وقت الافطار انا هلا رح جهزهم وحنتناول احلى طاوله بشكل هيك ست البيت بتغير عن فتة الفتة العادية المعروفة الفتة العادية نحن اكيد بإحدى الحلقات مرقنا فتة الكوارع المقادم يعني هي كمان طيبة كانت كثير طيبة وشهية فعلا مع السمنة والقلوبات والمكسرات بس اليوم كمان فكرة جديدة حلوة كثير انا حبيتها طحينة مع المخلل والبقدونس والكاف اليوم المصلحة مشاهدينا او الدومين الاكل او مجال الاكل مجال الاكل مفتوح كثير مثل موج البحر يعني صح. قد ما يكون واحد عنده خبره عريقه واسعه برضه بضله يتعلم صح. في جديد فوقتها بتشوفوا طباخ بيقولوا انا بعرف كل حاجه انت ما بتعرفش كل حاجه لانه بعد في قصص حاجات كثير ما بيعرفهاش مزبوط شايف وهلا عظيم بدنا نقل القلوبات كمان يلا تكرم عينك شوف هذه هون عندنا هون احنا الصوبر والكاجو واللوز كمان. واللوز كلهم هون تشكيلي اكيد هون وانا خبز محمصين هم مثل العيش العيش يا سلام نحن نكسر اثنين قبل اذا بده بعد بنزيد يا سلام عظيم وبما انه احنا هون عظيم هون رح نقلبهم نحن بما انه قلينا الريديس ورح نحطها بنفس الطبقه ملح ما بنعرف صح فكمان بنحط الثالث تزنيهم كلهم شيف انت شيف فادي مختص بالاكل الصيني كمان عندك قصص بالحفر يعني بالحفر كمان على الاشياء الصغيره يعني مثل بعمل وردي من جزره من خياره اكيد بدنا تبقى نشوف لهيك بحلقات لاحقة تعمل لنا اشكال حلوه للمشاهدين اذا في حدا بتزين سفره رمضان او سفره كمان طبعا الافطار كل شيء حلو موجوده مزبط. على هالسفره حلوه فكره معي وعين المشاهدين هلا الخبز كسرناه في عنا حمص هون اوكي مع ميته سلقينه مع ميته اوكي بنحطه فوق الخبز مع شوية مي منه عظيم نخليه يرطب الخبز شوي اوكي عظيم لكن هون الحمص نحن الحمص الحب المسلوق الحب المسلوق صح سخناه مع ميته وسكبناه فوق الخبز اوكي مع المي تبعه ما ننسى بنحط المي عظيم هيك نكون خلصنا لكن احنا حطينا هون عيش صح حطينا الحمص حمص بالمي وهلا بدنا نحط الصلصه اللي عاملينها اوكي بعد ما نجمعهم مع بعض شوي يا سلام نكهه جديده ومميزه واكيد مشاهدينا افكار عديده من سر الخلطه رح بتشوفوها تقريبا يوميا خلال شهر رمضان ودائما عبر قناه دري كثير طيبه هالصلصه شايف اوه صحيح عم نخترع بس كله بيلبق يعني ايه طبعا يعني شيء طيب يعني اليوم اختراع او الابتكار
اذا دائما في بالاكل ابتكار فبتعطي مذاق رائع جدا. مزبوط، لازم نكون تلبق. بنغطي الحمصات هيك بهالصلصه الرائعه. حلو كثير. نرجع بعدين بدنا نحط الرادس المقلي. اه عظيم هون رادس اللي معمول بالبقسماط. صح، كمان بيساعدنا لانه نحن في عيش فينا نخفف العيش لانه كمان بال في عيش انا هون. شوف شو حلو طلع الجاط. اه بنصف اصابع روبيان. يا سلام، هيدي حلوه مثل ما مثل كل الفته. اوكي، بنحط لها هالقلوبات فوقها. حلو كثير. نحن مخففين سمنه شيف لانه منتبهين على الصحه تبعنا. ايوه، بس انا بحب السمنه يا فندم. ايوه يعني انت هلا هي طيبه. ايه بس كمان كثرتها بتاذي. عظيم. وهيدا اكيد اكيد هون. نعم هون اكيد رح نحط نحن رشه بابريكا. شيء بروح رشه بابريكا على وش بابريكا ورشه كمون. صح، ايه بروح بابريكا وكمون بيعطي منظر كثير حلو. يعني فعلا قرشه المكسرات، قرشه الروبيان، قرشه الحمص، قرشه العيش.